بعد الرضا، هيبقى 400.5، 7.7. كنت في ثانوية بنات نجح حمادي. كنت أنا وعين جورين بنذاكر مع بعضينا. كنا بنذاكر، ممكن لو المادة بنذاكرها مع بعضينا بنذاكر ممكن في نفس الكتاب، بنشجع بعض إن إحنا نذاكر. يعني لو واحدة مثلا بطيئة عارفين إن هي ممكن الحتة دي ما تخلصهاش معانا، لا نخليها نذاكر مع بعضينا في نفس الكتاب عشان نخلص ونشجع بعضينا. كان نظام البوكليت السنة دي كان حلو، وكان بينظم لنا الوقت في الامتحان، كان مفيش سؤال مثلا انتهى أو كده في النص. كانت السنة نفسها كويسة، هي عايزة مذاكرة وعايزة تركيز، بس هي سنة زي أي سنة في المذاكرة، بل بالعكس يعني في مواد بتبقى أسهل من السنين اللي فاتت فيها. اسمي يورين عادل رضا، جايبة 393.5، 96. كنت في ثانوية بنات، احنا يعني احنا حاجة ان احنا توأم، كنا بنشجع بعض كتير يعني عن يبقى واحد وحده ممكن يزهق في اوقات، لا احنا كنا بنشجع بعض ان احنا نذاكر عشان هدفنا ان احنا كنا نجيب مجموع عالي عشان ننزل ان احنا ثلاثة وتفوقنا مع بعض وكده، مش واحدة تفوقت والباقي لا. بس الحمد لله يعني ربنا أراد إن إحنا برضو يجينا هدفنا وجبنا مجموعنا الثلاثة. اسمي نجاة رضا، أنا كنت في ثانوية بنات، جبت 404.5، 96.6. أنا أحب أقول يعني إن الثانوية دي حاجة مش صعبة، يعني مش وحشة، بس أكيد طبعا عايزة مجهود وعايزة تعب، هي برضو سنة زي سنة، بس يعني الواحد يتعب ويعمل عليه وربنا يديله اللي هو عايزه. مش معنى الواحد مثلا ما جابش مجموع في الثانوية عامة خلاص، لا أكيد ربنا شايف منظور تاني، توسع في المجال تنفع أكتر وكده. كنت أنا وإيرين وبت طلعنا من أوائل نجاح حمادي، فيعني كنا بنذاكر مع بعض وكنا بنشجع بعض، كنا بننظم وقتنا، بنحط جدول مذاكرتنا مع بعض، نتفق مع بعض إن إحنا نذاكر المادة دي النهاردة وكده. لو مثلا حدش لو واحدة فيها مش موافقة على حاجة، بنحاول نتفق على حاجة في النص مع بعض. بس وعملنا اللي علينا وربنا وفقنا.